من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يدعونا إلى طاعته، ويدعونا إلى عبادته، ويأمرنا ويحضنا على كل ما يقربنا إليه، لأن المؤمن إنما يحصل في هذه الحياة الدنيا الخيرات والبركات بقربه من الله. وعلى قدر قرب العبد من تلاوة القرآن الكريم قراءة وتدبرا وعلما وعملا يكون قربه من الله عز وجل، وعلى قدر قربه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته واتباعه واقتفاء أثره يكون قريبا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذان الأمران يوجبان قبول العمل، لأن العمل إنما يقبل إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى وصوابا، أي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لله وللرسول، أي أجيبوا من دعاكم، وأجيبوا من أمركم بطاعة الله تبارك وتعالى، وذلك إما أن يكون في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو من يدعو إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يجاب، لأنه إنما يدعو إلى الله ورسوله ولا يدعو إلى نفسه، وهذا الواجب في كل من انتسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يخلص في دعوته إلى الله عز وجل، ويسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم، لأن الحياة الحقيقية ليست حياة الأبدان، وإنما هي حياة القلوب. فإن مدار الفلاح والنجاح يوم القيامة على القلوب، فقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سلم من الشبهات وسلم من الشهوات، قلب كان موحدا، كان مطيعا منقادا، فانقادت الجوارح تبعا له. إذن مدار نجاتك وفلاحك أنك تحيا حياة القلوب، وتسمع سماع القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي أنه قد غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى بقلبه الموجب للفهم والإدراك والموجب للاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية فيها أمر المؤمنين الموحدين الصادقين: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقوا ووحدوا واتبعوا وأحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أجيبوا داعي الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. في هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى إذا شاء توفيق العبد وفقه، وإذا شاء أن يخذله خذله بأن يكله إلى نفسه، فيحول بينه وبين ذلك، كما قال أهل العلم ممن شرحوا معتقد أهل السنة والجماعة: أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا جمادات، وإنما خلق فينا إرادة ومشيئة، فمن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا
فإنه يسدده ويلهمه ويوفقه ويكون معه مؤيدا ونصيرا سبحانه وتعالى. ومن أراد به غير ذلك أوكله إلى نفسه. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى عدل، فهو عليم بمن هم من أهل السعادة وبمن هم على خلافها، فهو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ولو أن الله حين خلق الخلق أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار دون عمل ودون هذه الحياة الدنيا واختبارها وما فيها من شقاء وما فيها من بلاء لما كان ظالما لهم سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وشرع للمسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الدين قائلا: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وقائلا: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهذا فيه الخوف من سوء الخاتمة، فإن المؤمن مهما كان فيه من علم وعبادة وطاعة يخاف على نفسه، لأن الأعمال بالخواتيم، فما دام يحال بينك وبين قلبك فلا يستقر لك أي راحة ولا أي مطمع مما تطمع أن تكون فيه من خير أو سكينة إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فإذا استقر هذا الأمر في ذهنك وفهمته علمت أخ الإسلام والإيمان أن إجابة الداعي واجبة، أي يجب عليك أن تجيب من دعاك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تتردد ولا تتلكأ ولا تسوف، وإنما عليك المبادرة. إذا سمعت الأذان للصلاة لبيت، إذا سمعت منادي الخير للصدقة تصدقت، إذا سمعت من يدعوك إلى القرآن قرأت. وقس على ذلك من الحج ومن يؤذن للحج والعمرة وغيرها من الأعمال والقربات والطاعات. ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا فيه الإيمان بالبعث والنشور، وأنه إلى الله تبارك وتعالى المصير. فإذا ربطنا صدر هذه الآية وهي الإجابة والاستجابة الكاملة التامة بآخرها وهو الحشر، علمنا أنه من أراد السعادة يوم يشقى الناس، ومن أراد الفلاح يوم يخسر الناس، فعليه أن يلبي نداء الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا مقتضى دعاء سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعل قلوبنا راضية بفضله ومنه وكرمه، وأن يجعلنا ممن يطيعه في السر والعلانية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.